نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجد تحيي لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. مبروك النهارده، مباراه صعبه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن جديه واصرار، ويمكن ده اللي احنا عارفينه عن فريق النادي الاهلي. صعوبات اكيد بتقابل، ويمكن الامل موجود حتى اخر لحظه في بطوله الدوري العام، لكن كل الامور دي وتقييمنا للمباراه نتكلمه طبعا مع كابتن سامي قمصان. وبركه كابتن سامي طبعا في البدايه، لكن انا عايز اتكلم معاك في البدايه كابتن سامي قبل ما اتكلم عن نقاط المباراه والنقاط المتعدده والمكاسب المتعدده. جمهور النادي الاهلي عظيم، وجمهور النادي الاهلي كبير، والحقيقه يعني جمهور النادي الاهلي طول ما هو في ظهر اللعيبه، في ظهر مجلس الاداره والجهاز الفني، بيدي دفعه كبيره جدا. اي حد بيقلل من جمهور النادي الاهلي ده، الامر ده بيزعج كل الناس، بيزعجنا وبيزعج اللاعبين وبيزعج مجلس الاداره وبيزعج الجهاز الفني. استقبلت الهجوم على جمهور النادي الاهلي ازاي يا كابتن؟ هو طبعا جمهور النادي الاهلي ده بعد ربنا دايما، وكلنا بنقول كده، وكل منظومه النادي الاهلي عارفين ان بعد ربنا جمهور النادي الاهلي ده هو الداعم للنادي الاهلي يعني، ومنظومه النادي الاهلي معموله كلها عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي يعني. كان زعلنا وتعبنا اكتر عشان الجمهور ده، لان الجمهور ده يستحق احسن حاجه في الدنيا يعني. جمهور عظيم، جمهور واقف دايما ورا فرقته في كل المواقف اللي بتحصل، في المكسب وفي لا قدر الله في حالات الاخفاق. فطبعا جمهور النادي الاهلي كبير وهفضل كبير بغض النظر عن اي حد يتكلم عليه. النادي الاهلي معروف وجمهوره معروف وتاريخه معروف، لكن انت طبيعي انت لازم تتعامل مع ناس ممكن تكون تفكيرها طبعا يعني مش احسن حاجه يعني، لكن في الاول والاخر لازم الناس تعرف وتبقى دي بتزيد من قيمه جماهير النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي نفسه. ان لما حد بيستناك في لا قدر الله في مجرد اخفاق بسيط يعني، اعتقد حاجه تدل على مكانه النادي الاهلي يعني. فطبعا كل الدعم ليهم، وطبعا يعني انا ما عاوز اقول احنا هنعمل لحد اخر نفس يعني، لكن بغض النظر عن كده يعني احنا يعني مش قادر اتكلم اللي انا اقوله اعتذار او حاجه زي كده، لكن برضو جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف ان اللعيبه دي حاولت وتعبت، لكن كان في حاجات خارجه عن ارادتنا كتيره جدا جدا يعني سواء في ضغط المباراه اللي كان بيحصل. احنا اكتر فرقه معمول ضغط مباراه يعني، ناس لو رجعت شويه كده، شوف من شهر 3 ابدا من شهر 3 وشوف لعبت كام ماتش لحد ما نهيت 4 وشفت الضغط اللي احنا كنا فيها، نفس القصه. بغض النظر بقى عن ان انت بتبقى ترجع من سان داونز وتلعب، وترجع من الوداد وتلعب، وترجع من الترجي وتلعب، في حاجات كتيره جدا جدا يعني كان صعب علينا، لكن في الاول والاخر يعني متاسفين طبعا ليهم، متاسفين جدا جدا يعني. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي بيحب طبعا، بالنسبه له بطوله الدوري العام دي حاجه كبيره جدا يعني، لكن اعتقد الحمد لله احنا عندنا رصيد منها كبير جدا يعني. لكن عندنا تحدي اكبر بقى الفتره الجايه ان شاء الله يعني. عندنا ثلاث بطولات مهمه جدا في نهايه الشهر يعني، سواء كاس مصر او السوبر الافريقي والسوبر المحلي يعني. اعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله ونعوض يعني جمهور النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك لسه في امل نلعب عليه لحد اخر لحظه يعني، وان شاء الله امانه في ربنا كبير. ومره ثانيه برضو مره ثالثه ومره عشره طبعا، كل التاسف يعني للنادي، جمهور النادي الاهلي على دوت، لكن اعتقد ان هم جمهور واعي وعارفين ان ده كان غصب عننا وغصب عن اللعيبه يعني، لكن عشمنا في ربنا وفيهم ان هم دايما ودايما في ظهرنا وورانا، وان شاء الله نوعدهم الفتره الجايه دي كلها ان شاء الله مفيش بطوله ان شاء الله تعدي مننا. وصلنا لمرحله يا كابتن سامي الناس بتقلل من البطوله الافريقيه، وبطوله افريقيا اضعف وامور عديده جدا وصعبه جدا. وصلنا لمرحله الحقيقه يعني النقد لو بناء اكيد الناس هتستوعبه بشكل كبير جدا، لكن التقليل من البطولات بقيمه البطوله الافريقيه امر مزعج جدا يا كابتن. ما هو ده قدر النادي الاهلي يعني. لكن خليني اقول لك يعني، الناس اللي بتتكلم يعني بطوله الدوري اقوى من دوري افريقيا، طب فين الانديه المصريه من بطوله افريقيا يعني؟ النهارده لما نادي الزمالك بيلعب في بطوله افريقيا بيخرج منها، نادي بيراميدز لما بيلعب في البطوله الكونفدراليه بيخرج منها، نادي المقاولين لما بيلعب في الكونفدراليه بيخرج منها، من فرق يعني مش يعني الرجاء مثلا والفرق المجموعه اللي كان فيها نادي الزمالك وبيراميدز نفس القصه والمقاولين نفس القصه. فازاي الناس بتقارن بكده يعني؟ بطوله افريقيا اقوى بطوله في القاره، بتلعب فيها كل الفرق القويه جدا. ده مش تقليل من الدوري المصري، لكن في فرق شاسع جدا يعني انا مش شايف فرقه في الدوري المصري بقوه سان داونز او الترجي او حتى النجم الساحلي اللي خرجت المقاولين او الرجاء اللي خرج بيراميدز. فالناس اللي بتشكك ده اعتقد برضو ده عشان برضو يقتل كل نجاح انت بتعمله يعني. انت بطل افريقيا، بطل القاره نفسها الحمد لله يعني. انت بينك وبين اقرب منافسيك ليك فرق كبير جدا يعني. النادي الاهلي بينك وبين المنافسين في الدوري العام فرق كبير جدا يعني، بينك وبين منافسينا في كاس مصر فرق كبير جدا جدا يعني، في كل البطولات في السوبر نفس القصه يعني.
فجمهور النادي الاهلي اعتقد واعي جدا وفاهم جدا ان اي اخفاق او اي حاجه الناس عاوزه تكبر جدا. احنا السنه اللي فاتت كانت الناس بتقول اهم حاجه بطوله افريقيا في بطوله الدوري اللي احنا كنا متفقين عليها في بدايه، والناس عارفه الموقف اللي حصل في مباراه الزمالك، فنفس القصه يعني. فاللي انا عاوز اقوله وباكد عليه مره واثنين وثلاثه، اكيد طبعا كابتن ايمن ودوفو طبعا يعني مقدرين اللي احنا فيه وعارفين اللي احنا فيه طبعا. ما فيش فرقه بتكسب كل بطولات في العالم يعني. النهارده لما بتشوف النهارده باريس سان جيرمان ما بيكسبش الدوري، اليوفنتوس بقاله كام سنه ما بيكسبش الدوري، النهارده ليفربول ما بيكسبش الدوري، النهارده مان سيتي بياخد الدوري بس ما بياخدش بطوله اوروبا. فسنه كانت صعبه جدا على كل الفرق اللي موجوده في العالم، كل الفرق اللي موجوده في العالم يعني. فان انت بتقدر تحاول اللي انت عملته دوت، والحمد لله ان انت تكسب الحمد لله بطوله افريقيا وتكسب السوبر وتكسب وتحقق ثالث عالم، اعتقد الحمد لله ده رصيد كبير يعني. لكن انا عارف ومقدر طبعا جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، وده عشان طبعا فيه وده اللي بيحركنا دايما. لكن في الاول والاخر يعني هو اعتقد ان ربنا يعني احنا في الدنيا، احنا مش في جنه يعني عشان تاخد كل حاجه يعني. لكن في الاول والاخر احنا اكيد في تاثير مننا، اكيد في تاثير من اللعيبه، اكيد في تاثير من حاجات كتير حصلت لنا، عوامل خارجيه موافقتنا ان احنا نلعب طبعا كميه المباريات ديت اللي مفيش حد يقدر يستحمل. مفيش فرقه في العالم، جيب كده راجع كده في كل فرقه العالم اللي هي لعبت، مفيش والله العظيم، والله العظيم راجع كل الدوريات اللي في كل العالم مش هتلاقي فرقه كده. برضو ده ما يعني مش مبرر، لكن دي حقيقه وده واقع يعني، اعتقد الناس كلها شايفاه والناس كلها حاساه يعني. ممكن يكون احنا برضو زي ما قلت وبقول برر كل مره برضو اللي في تاثير، لان حاجه طبيعيه، لان حاجه طبيعيه لازم تتعلم، والناس كلها بتتعلم من اخطائها يعني. واحنا برضو نفس القصه يعني، تعلمنا من اخطائنا، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ديت باذن الله واحد وربنا ان شاء الله يكرمنا، عندنا ان شاء الله تدعمات تساعدنا الفتره اللي جايه ان شاء الله، ونقاتل على كل البطولات اللي المتاحه بالنسبه لنا، وان شاء الله نعجم النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله، لان دايما النادي الاهلي هيبقى رقم واحد في كل حاجه ان شاء الله. شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي على هذه التصريحات. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي القادم بالنسبه له يكون افضل، عندنا لسه حلم كبير وعندنا بطولات عديده ان شاء الله باذن الله القادم افضل لفريق النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله المرحله اللي جايه زي ما كابتن سامي قال يبقى في تدعيمات، يبقى في تصحيح اخطاء، نشوف العناصر اللي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يضمها خلال المرحله القادمه، ويا رب ان شاء الله مع النادي الاهلي في بطوله السوبر المحلي والسوبر الافريقي.